تحت رعاية معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وبحضور سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، نظمت القوة الجوية الكويتية صباح اليوم يوما مفتوحا للمواطنين بقاعة علي السالم الجوية بمنطقة السالمي. نعم صالح، وقد شاركت في هذا اليوم وحدات من الجيش الكويتي والقوات الصديقة ووزارة الداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الصحة، في سبيل إتاحة الفرصة للاطلاع عن كثب على مختلف الطائرات والمعدات العسكرية للجيش وجهات عسكرية مختلفة. نظمت القوة الجوية يوما مفتوحا للمواطنين بقاعدة علي السالم الجوية وسط أجواء أسرية ممتعة. اجتمعنا هنا علشان نعرف المجتمع الكويتي على قدرات الجيش الكويتي واللي موجود. طبعا هذا المعرض ليس للطيران فقط، لكن معرض شامل لجميع المعدات اللي موجودة في الجيش الكويتي. هذا الاحتفال، طبعا مو الاحتفال رقم واحد، هذا الاحتفال الخامس. الاحتفال أول احتفال كان حقيقة قبل، يمكن إذا ما تخوني الذاكرة، سنة 81-82، وكان في هذه القاعدة. اليوم المفتوح شارك فيه وحدات من الجيش والقوات الصديقة ووزارة الداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الصحة، وشمل العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة كمعرض للطائرات والمعدات العسكرية وغيرها. مشاركة وزارة الدفاع في هذه الاحتفالات مع الأخوة المواطنين والعوائل ينشون عيالهم، شنو دور الجيش والقوات الثلاثة البرية والجوية والبحرية والقطاعات الأخرى، وهذا الاحتفال اليوم تمثل في مشاركة عدة وزارات أخرى وأقسام أخرى، منها وزارة الداخلية، الحرس الوطني، وزارة الصحة، الإطفاء، إدارة العامة للإطفاء، كذلك في جهات مدنية شاركوا معنا في هذا الاحتفال. التعاون المتواصل بين وزارة الدفاع وجميع الجهات المشاركة في هذا اليوم عكس حجم الإعداد والتنسيق المستمر فيما بينها بهدف توفير مثل هذه الفعاليات التي تشكل حلقة تواصل وتفاعل مع المواطنين. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت.